أرحب بكم أيها الأحباء في هذه الأمسية الجميلة، وأفرح أن أشترك معكم في إطلاق هذا المنتج السياحي، وأستعير هذا الأمر من سيادة وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع. العائلة المقدسة في مصر والسيد المسيح أول سائح يزور بلادنا في بدايات القرن الأول الميلادي. ربما السؤال الذي يخطر ببالنا، كيف حفظ مسار هذه العائلة المقدسة عبر الأجيال، ومن حافظ عليه؟ الكنيسة القبطية، الكنيسة المصرية، هي التي حافظت وتحافظ على مسار وتقاليد هذه الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة من بدايات القرن الأول. الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية تأسست منذ العهد القديم بهذه النبوة: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود عند تخمها، كما قرأنا في سفر أشعياء. وفي نفس الإصحاح نقرأ العبارة التي تقول: مبارك شعبي مصر، تلاشت كل العبادات الوثنية. وزي ما رأينا في البرزنتيشن، إن كانت العائلة المقدسة لما تدخل مكان الأوثان تقع وتنتهي العبادات الوثنية، فكانت بركة في الماضي. والعائلة المقدسة زارت أماكن كثيرة، سأعطي مثالا صغيرا. زارت بلدة صغيرة تسمى سخا في دلتا النيل. ربما كلنا نسأل اسم سخا ده جه منين؟ سخا جه من كلمة قبطية قديمة، بيخا إيسوس. بيخا إيسوس يعني كعب يسوع. العذراء مريم عندما كانت تتعامل مع طفلها الوليد، فانطبع كف قدميه على الحجر، فسمي المكان بيخا إيسوس. ولأنه اسم طويل، تحرف عبر الأجيال إلى أن صار بهذه الكلمة البسيطة سخا. وهكذا في أماكن كثيرة.